الثقه اللي داروا فيا لا الرئيس ولا الاخوان المنخرطين، هذا راه تكليف ماشي تشريف، وهذه راه امانه. يعني صعيب عليا باش نأدي جوج، يعني جوج غنكون رئيس رئيس الجمعيه ونكون رئيس ديال مؤسسه يوسف الخوجة للاعمال الاجتماعيه لقدماء اللاعبين. فانا بالنسبه لهذه فانا غنضطر باش نقدم الاستقاله تاعي من جمعيه قدماء اللاعبين، وهذا يعني بلاغ نقولوا لقدماء اللاعبين اللي بغى يترأس هذه الجمعيه، فاهلا والف ومرحبا. بالنسبه للفئات الصغرى ديال الوداد، فكنا عايشين في ايام ديال المكوار كما قلت في هذاك، في ايام ديال المكوار الله يرحمه والسي عبد الرزاق والسي بوبكر جدايم الله يطولنا في عمره، ولا السي معطي وليد، ولا الحاج احمد اللي باقي الان، ولا السي السنتيسي. كنتمنى وهذا اقتراح اللي قلته انا في الجمع العام، باش الفئات ديال الوداد يبداو يخرجوا يلعبوا لبرا، حيت هذه البطولات هنايا ديال هنا بالنسبه لنا هنا بالعصبه ما كافياش باش يعني نكونوا لعابه في المستوى اللي كنبغيو. خاص لعابه الوداد خاصنا نكونوا حنا يعني قدوه للفرق اخرين، يبداو يخرجوا الفئات ديالنا الصغرى يلعبوا يعني دوريات وداك الشيء في الخارج باش يحسوا من المستوى ديالهم، وهذا هو اللي هذا هو اللي بغينا حنا نوصلوا ليه ان شاء